قصة تكشبيلا تيوليولا، الأغنية الشعبية المعروفة وعلاقتها بالموريسكيين المغاربة المطرودين من الأندلس، وهي بمثابة قسم وليس أغنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. من منا لا يعرف أغنية تكشبيلا تيوليولا، تلك الأغنية الشعبية التي رددناها في طفولتنا وحفظناها عن ظهر قلب لسهولة كلماتها وبساطة إيقاعها الغنائي من غير أن نعلم تاريخها ولا تفاصيلها ولا قصتها الحقيقية. تكشبيلا هي أغنية موريسكية أندلسية تعود جذورها التاريخية لقرون مضت عند سقوط مملكة غرناطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس، حيث أنشأت الملكة إيزابيلا أو الملكة الدموية كما يلقبونها سنة 1602 ميلادية محاكم التفتيش للموريسكيين الذين تم طردهم، حيث أمرت بتعذيبهم وإذلالهم طيلة آلاف الكيلومترات الذي قطعوها سيرا على الأقدام للوصول إلى المغرب. عندما أجبر أسلافنا الموريسكيون على الخروج من إسبانيا التي استرجعها المسيحيون بعد 8 قرون، غنوا هذه الأغنية كرمز للشجاعة والاستقواء بأمجادنا ومعاركنا ضد الإسبان، وهي على الرغم من إيقاعها الجذاب، فهي تحمل معنى عميق. وهذا شرح كلمات الأغنية، تكشبيلا تعني ديك إشبيليا أو طريق إشبيليا، تيوليولا معناها تولي لها أو ترجع لها بالدارجة، أي إلى حين أن نعود إليها. ما قتلوني محيوني عبارة ترجم أساليب القهر والتعذيب الذي تعرض له أجدادنا الموريسكيون في الأندلس. دك الكاس لعطوني، فرض عليهم شرب الخمر، وكان المسلمون يجبرون على شرب الخمر خلال عملية الطرد، حيث سمح المسيحيون للمسلمين بالمرور فقط بعد أن أجبروهم على شرب الخمر كنوع من الإذلال والاحتقار. الحرام ميموتشي تعني القشتاليين، حتى بعد 8 قرون لم يموتوا وعادوا للانتقام. جات اخبار فولكوتشي، وهي وسيلة النقل المعتادة آنذاك في نقل أخبار ونتائج آخر المعارك بالأندلس إلى المغرب. ومن خلال كلمات ولغة الأغنية، فهي تثبت أن سكان الأندلس هم مغاربة أباً عن جد. هذه الأغنية التي أصبحت جزءاً من هويتنا المغربية، بل هناك من يعتبرها قسم استرجاع الأندلس، وهي تترجم أمل هذا الشعب الموريسكي في العودة إلى الأندلس في يوم من الأيام. شكراً لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في أمان الله وحفظه.